السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الرئيس الموريتاني يصف تسجيلات أكرا بالمفبركة وينفي أن يكون قد حصل منها على مصالح شخصية. والمولود يقول إن المنتدى لم يتسلم بعد ردا من الأغلبية بخصوص الحوار وينفي أن تكون ممهداته تتضمن خطوطا حمراء. رابطة الطلاب الموريتانيين بتونس تتهم السفيرة بتقديم شكاية ضد الطلاب واستدعاء الأمن التونسي لتفريق المحتجين. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. وصف الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز ما يعرف بتسجيلات أكرا بأنها عمل مفبرك أشرفت عليه بعض الجهات المعارضة لنظامه، نافيا أن يكون قد حصل على مصالح شخصية من الموضوع. واعتبر الرئيس الموريتاني خلال مؤتمر صحفي عقد بالقصر الرئاسي في نواكشوط أن قضية التسجيلات تعود إلى محاولة احتيال من طرف شخص قدم نفسه على أنه ضابط سابق في الجيش العراقي ويطلب السماح له بالإقامة في موريتانيا للاستثمار ولتربية أبنائه في بيئة مسلمة وفق تعبيره. قضية مفبركة، محاولة احتيال شخص كان مقدم راسه، اتصل علي 2005 عربي يقول عنه ضابط من العراق وعن عنده والده وعن عنده مشاكل في ماتي وعنهم دولين قاد هكانا ويختاروا شي موريتاني وعن عنده شي نصبية صغير ويختاروا أربعة والله دولة إسلامية. هذا هو سبب الرواية، وعن عنده شي من الأموال وجاي له يستثمر في موريتاني، مات وكنت باتصال به، ها هو اللي خلق. ولا فيها بعد شي يعني المعارضة، ولا فيها شي استفدت أنا منه، ولا عاد استفدت منه بعد ما عندي المعارضة، ولا استفدت من شي. وهي محاولة احتيال، محاولة احتيال، وإذا ما هو أول مرة تخلق مولي في البلد. ولا اول مره تخرج في العالم واحدين يتصوا على رواقيش يقولوا عنهم لا يجوا عنهم كل شيء عندهم عقب ما يحصل من شيء. هذا هو اللي يخدم بسيف. وقال عبد العزيز انه ليس على اتصال مباشر او غير مباشر مع احزاب المعارضه بشان الحوار السياسي المرتقب، موضحا ان الامين العام للرئاسه هو من يتولى المهمه. وتوقع الرئيس الموريتاني ان ينطلق الحوار بعد فتره وجيزه، وأشار إلى أن الأغلبية تنتظر الرد من المعارضة مبديا استعداده لحوار يمكن من تجاوز الحالة السياسية القائمة. على مستوى الـ FNDE عندهم ترتيبات متباركين معهم على مستواهم ونحانهم ينوفوا الترتيبات، وعن اللي قالوا لا كاب عنها أيضا عندها أنا مستعدة وجاهزة، وما يخص نحن مستعدين وجاهزين للحوار. غير نحتسبوا على المهيدات اللي يعدلهم من النقاط ويدخلوا في الحوار، يجوا الحوار ويقولوا ذاك اللي دوره كامل من النقاط دور ينطرح، ذاك اللي منهم مهم دور تدرس الناس كاملة، ذاك اللي ما هو مهم ما له يضيع مدي وقت الجماعة اللي يعني فهم واحدين ما هو مهم عندهم. هذه هو المطروح. قال القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد المولود إن المنتدى سيدرس رد الأغلبية على وثيقة ممهداته بخصوص الحوار السياسي ريثما يتم تسليمها، نافيا أن تكون وثيقته قد تضمنت خطوطا حمراء. جاء تصريح المولود خلال لقاء صحفي عقده صباح اليوم في العاصمة نواكشوط. من ناحية أخرى أكد عبد العزيز أن ما أعلن عنه من مخزون الغاز المستكشف في المياه البحرية الموريتانية يمثل المرحلة الأولى، فيما سيعلن عن المرحلة الثانية يوم الجمعة القادم. وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول مستقبل هذه الثروات المكتشفة بالقرب من الحدود مع الجارة السنغال، استبعد عبد العزيز أن تؤثر سلبا في العلاقات بين البلدين. اللي فات نشبر فيه ونعلن عنه المرحلة من ذاك البير اللي مبارك معاه، يعني في مرحلة ثانية في نفس البير مثلا مبارك معاها النتيجة لا تحصل إلا يوم الجمعة، أتوقع أنها تحصل يوم الجمعة، وفات عاد النتيجة اللي فات نجبر منها إيجابي، هاي النتيجة الثانية، هاي النتيجة، واللي مأملين عليه كاع أن نعود أكثر من ذاك هو معادن في الشمال، بس مو قدو عمان مهم نقول لكم ضروري.
الشمال، في الشمال حقل في الشمال، في شمالك المنطقة دور عودي يزيد على 100 كيلو، حوالي يعني 100 كيلو ولا 150 كيلو، وفيها شي ساحل مودي نفس هذا الدير اللي قال التركي مودي ما فات نجهر ساحل هم مودي، يعني ما في مشكلة تطرح بين احنا وسنية. لو افترضنا ان المشتركين قاع في اسمه ديال الشام في الحقل، الحقل الفرنسي افترضنا ان المشتركين فيه، فهم تقسيم معروف اصلا بين الدول، ما في اي مشكله. بدات بعثه فنيه اوروبيه بنواكشوط زياره عمل يتوقع ان تجري خلالها سلسله من المحادثات مع المسؤولين عن قطاع الصيد في موريتانيا، وتبحث امكانيه تجديد اتفاقيه الصيد بين الطرفين. وتأتي سلسلة اللقاءات الجديدة بعد شهرين من تعثر المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقية القديمة، وهو ما ألقى بظلاله على علاقات موريتانيا الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي. نتابع. اتفاق موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد جاء إثر مفاوضات استمرت 15 شهرا قبيل انتهاء فترة سريان الاتفاقية السابقة 2008، وحصلت موريتانيا بموجبه على 113 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي نظير السماح لأسطوله البحري بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية وفقا لشروط وضوابط حددتها الاتفاقية. وظل مبلغ التعويض المالي المقدم من الطرف الأوروبي بمثابة العقبة الأساسية قبل أن يتوصل الطرفان في نهاية الجولة السابعة من المفاوضات إلى اتفاق قيل إنه تم تحت ضغط الوقت. وبعيد التوقيع على الاتفاقية المذكورة، أكد ممثل الطرف الموريتاني أنها سمحت بتعزيز مكاسب بلاده حفاظا على الثروة السمكية، حيث تمنع الاتفاقية ولأول مرة الأساطيل الأوروبية من صيد الأخطبوط. وتمنح الاتفاقية السابقة الموقعة بين الطرفين موريتانيا تعويضا سنويا يربع على 94 مليون دولار مقابل السماح ل 110 سفن صيد أوروبية بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية. من جهة أخرى، كانت العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في تلك الفترة قد شهدت صعوبة بسبب اصطفاف الاتحاد الأوروبي إلى جانب سجناء الحركة الانعتاقية، الأمر الذي اعتبر عقبة في وجه توقيع اتفاقية الصيد. الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز قال في ذات السياق خلال تصريح صحفي إنه شخصيا وحكومته والشعب الموريتاني يرفضون توصية الاتحاد الأوروبي بشأن ملف بيراما والعبيدي ورفاقه في حركة إيرا، مؤكدا أن موريتانيا تقف بحزم في وجه كل من يحاول المساس بمصالحها الاقتصادية ووحدتها الترابية. هذا ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شركاء موريتانيا في مجال الصيد، وتربطه بها اتفاقية في مجال الصيد منذ عام 1987 يتم تجديدها كل 4 سنوات. ويمثل قطاع الصيد 5% من الناتج الداخلي الخام في موريتانيا، كما يسهم بنحو 30% من الموازنة السنوية للدولة، ويوفر آلاف فرص العمل للمواطنين. تثير الأزمة الدبلوماسية التي بدأت معالمها تلوح في الأفق منذ أيام بين موريتانيا والجزائر، تثير الحديث عن مستقبل العلاقات الثنائية الحميمية التي جمعت البلدين طيلة السنوات الماضية. ويتساءل مراقبون عن تداعيات الأزمة القائمة بين الجارتين وتأثيرات السجال الإعلامي على مناصب سادة الملف الدبلوماسي في البلدين. المزيد نتابعه في هذا التقرير. الدبلوماسية العرجاء، ذاك ما أطلقته المعارضة على مسار الدبلوماسية الموريتانية في التعاطي مع دول الجوار المغربي بعد طرد الدبلوماسي الجزائري على جناح السرعة دون أي خرجة إعلامية لسيدة الدبلوماسية الموريتانية فاطمة فال من تصوينة، في ظل تفاقم التراشق الإعلامي بين الجزائر العاصمة ونواكشوط في ملف ما زال التوتر يتصاعد على جميع جوانبه، دون أي خطوات من وزارة الخارجية الموريتانية أو الجزائرية لتلافي الأزمة التي استلمتها الماكينة الإعلامية في الدولتين، مع استغراب متواصل للمراقبين من عدم صدور أي بيان أو تصريح لوزيرة الخارجية منذ اشتعال الأزمة بين الدولتين الجارتين. الدبلوماسية الموريتانية ومنذ استلمتها الوزيرة من تصوينع
وفترة الهدوء الصامت هي التي سيطرت على حراكها الخجول كما يقول المراقبون. فهل تدفع سيدة الدبلوماسية الموريتانية فاتورة الأزمة الحالية؟ أم أن الحكومة والنظام سيدفعان ببنت الصوينع إلى الصمت المتواصل والمطبق تجاه أزمة حولت الأعين نحو موريتانيا والجزائر بحثا عما يذيب جريد أزمة سياسية ما كان لها أن تطول في أعراف الدبلوماسية الدولية؟ آليات دمج قوانين حقوق الإنسان في القانون الوطني موضوع نقاش أكاديمي بجامعة نواكشوط بهدف استجلاء الموانئ القانونية والتشريعية التي تحول دون تنفيذ اتفاقيات وقعت عليها الدولة وغدت جزءا من تعهداتها للمجتمع الدولي. التفاصيل في هذا التقرير. نقاش قانوني وفقهي محتدم حول إشكال التوفيق بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في شقها المتعلق بحقوق الإنسان، حيث قامت الدولة الموريتانية خلال العقود الأخيرة بالتوقيع على عشرات الاتفاقيات الدولية، غير أن هذه القوانين لا تزال بمعزل عن عمل القضاة الذين يعتبرونها غير ملزمة. ويرى بعض أساتذة القانون أن ثمة ازدواجية في سلوك الدولة التي وقعت ووافقت على مضمون هذه الاتفاقيات، وهو ما يجعلها ملزمة بالعمل بها وما تمارسه أجهزة الدولة القضائية التي لا تعتمد على هذه القوانين عند العمل والحكم، معتبرين أن الدولة بهذا تمارس نوعا من الازدواجية والانفصام في الشخصية تجاه ما التزمت به للمجتمع الدولي. وبالتالي خصوصية قاعدة حقوق الإنسان أنها قاعدة دولية تنظم علاقة خاصة أو حقا خاص، وبالتالي خرجت من الإطار الدولي إلى الإطار الوطني أو الإطار الداخلي لتصبح قابلة للتطبيق وواجبة للتطبيق. الالتزام الثاني الذي يقع على عاتق الدول هو الالتزام السلبي. الالتزام السلبي هو أن تمتنع الدول ومكوناتها عن كل ما من شأنه أن يعيق تحقيق حقوق الإنسان. غير أن الإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان باتت تفرض إعادة النظر في الآليات والمعايير التي ينبغي أن تتيح فرصة أكبر لقوانين حقوق الإنسان لما تتمتع به من مشروعية بوصفها حقا إنسانيا لا يمكن أن يتعارض مع القوانين المحلية التي تبقى حريصة هي الأخرى على هذه الحقوق وتكريسها كما ينص على ذلك الدستور. هذه قواعد دولية صارت بمثابة اتفاقيات دولية تصادق عليها، هي القاعدة تقريبا لمعاملة السجناء حتى يتم التأهيل. هذه المقتضيات يتم خرقها نهائيا إذا نظرنا إلى مقتضيات الوطنية مباشرة في موريتانيا تتناقض مع هذه المسألة. وانتقد البعض تمسك الحكومة والمشرع بقانون الجمعيات الصادر 1964 والذي يتم تجريم بعض الحقوقيين طبقا لمواده المخالفة حتى لمقتضيات الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، مذكرين بضرورة مراجعة هذا القانون. وتبقى مسألة تعارض بعض اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان مع القيم والخصوصيات الدينية والثقافية إشكالية مطروحة سيستمر حولها النقاش والجدل ريثما يتم تطوير حلول لتجاوزها في المستقبل. اتهمت رابطة الطلاب الموريتانيين في تونس السفيرة الموريتانية بتقديم شكاية ضد الطلاب واستدعاء الأمن التونسي لتفريق المشاركين في وقفة احتجاجية نظمها الطلاب في مباني السفارة، رفضا لقرار وزارة التعليم العالي الموريتانية القاضي بإلغاء نتائج لجنة المنح. ونددت الرابطة بمحاولة منع الطلاب من دخول السفارة وبتهديدهم بتدخل الشرطة، مؤكدة أن الطلاب ماضون في تنظيم الأنشطة الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبهم. اندلعت مواجهات عنيفة الثلاثاء في إقليم أزواد، حيث أكدت تنسيقية الحركات الأزوادية سيطرتها لعدة ساعات على مدينة تونغو والانسحاب منها بعد قتال عنيف. يأتي ذلك وسط ترقب للمؤتمر المتوقع انعقاده منتصف الشهر الجاري بالعاصمة المالية باماكو للتوقيع على اتفاق سلام بين مالي والحركات الأزوادية، لكن الأخيرة ترفض وتعتبر أن الاتفاق لا يستجيب لتطلعات الأزواديين. نتابع. المعارك الدائرة بين مقاتلين محسوبين على منسقية الحركات الأزوادية وعناصر من الجيش المالي يبدو أنها في تصاعد مستمر بعد أن تجددت المواجهات اليوم في بعض البلدات القريبة من الحدود الشرقية الموريتانية. بيان صادر عن منسقية الحركات الأزوادية يقول إن رتلا من الجيش المالي سقط في كمين نصبته وحدة تابعة للمنسقية دون أن يذكر المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
وتتزامن مواجهة الثلثاء مع إيفاد الرئيس المالي بوبكر كيتا وزير التضامن والمصالحة في حكومته مبعوثا خاصا إلى نواكشوط. ووفق تصريحات أدلى بها بعيد اللقاء، فإن الرئيس الموريتاني أكد استمراره في دعم مالي من أجل التوصل لاتفاق سلام مشترك. اتفاق سلام ينتظر أن يعقد مؤتمر بخصوصه في العاصمة باماكو منتصف شهر مايو الجاري، وسط حديث عن ضغوط أممية على منسقية الحركات الأزوادية من أجل أن توقع على الاتفاق المرتقب، فيما ترفض المنسقية التوقيع وتؤكد استعدادها للعقوبات في سبيل ألا توقع على اتفاق تقول إنه لا يستجيب لتطلعات الشعب الأزوادي. وبين الضغط الأممي وتواصل المعارك في مدن مختلفة، يخشى متابعون من أن تكون الأحداث الجارية محاولة للعودة إلى مربع حمل السلاح، رغم توقيع الطرفين على اتفاق بخصوص وقف إطلاق النار والتعبير عن تشبثهما بالجلوس على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك. يحتج العشرات من ساكنة القطاع 19 في مقاطعة تجونين الشمالي بالعاصمة نواكشوط مطالبين بتوفير خدمات المياه الصالحة للشرب وبالكهرباء وبتعبيد الطرق. المزيد في التقرير التالي. هنا في القطاع 19 التابع لمقاطعة تجونين بولاية نواكشوط الشمالية، يقول الساكنة إنهم يعانون من انعدام الخدمات الأساسية في حياتهم اليومية، الأمر الذي جعلهم يحتجون من أجل أن تصل مشاكلهم إلى الجهات المعنية. فاطمة إحدى ساكنة الحي تقول إنها تجد صعوبة في قطع المسافات الطويلة كي تصل إلى مكان سكنها بسبب الرمال والأتربة التي تغطي المكان. ورانكم ما قد جاتنا رامفر ولا قد جانا شيء أسوأ هو شن هو طلع علينا الحمار يلين نوقف على قدروه إذا هو قدروه غير وين هو نوقف عليه نظل واقف عليه النهار كامل نقول ورا له نعمل بك إله يقول لي لا لا يعطيتيني 500 يعطيتيني الفوقية ما نقضي معاك يقول لي نهار بقدر نعود عشان عودنا مرة نطلب أنا شيبانية وبركابية نقبض بيضون ونعودنا نقيس إخواني نبغى نملى من عندهم بيضون نجيب ونجر هاي يعرفوا كاملي شوف أيوة شوف هاي الداي شوف امتد شرقنا وساحلنا وتلنا وإحنا هاي البليدة من هون إلى شارع ديمي ما فيه داي مرشوق ولا فيه رامبل هذا الشارع شوفوا هذا هو مفتوح من هون مفتوح من هون مسوحة ومن عندنا إحنا عاملي له ما مفتح ها سمعتوا هذا شو شارع 18 هم اللي احنا وقوف عليه ضاركم من هون شوفوا خلاص كان قد نملة تطلع معه فش قال رقاش. في الجانب الآخر من الحي وتحديدا في هذا الجزء يشكو ساكنة المنطقة من انتشار الاغتصاب والسرقة التي تمارس عليهم في أغلب الأوقات مطالبين الجهات المعنية بتوفير الأمن لهم. من يوم جينا هون مقمورين في ذي البلدة لا حس ولا عش يا غير ذا قاع كامل تمنا لنقدون صبرهم من جاتنا مد أخرى وسداتنا سد من الحيو اللي عنده تيشيرت يخوف عليها ينقصبوا فيه التيشيرات وإذا قدوا استكهلات يصمصروا فيه تعدلهم واللي السارق في زي أربع ما يقد حد يتربو يدخل فيه متضررين منه إحنا شي من خارق مولانا ما مقلوا عنا عزلة ولا عندنا شوارع ولا عندنا سلطات راد عنا ولا راد عنا حد على الأقل بعد الضرر يرتد عنا لم لاحقين وطالبين عن يعدل. وبذلك تبقى مشاكل ساكنة القطاع 19 في العاصمة نواكشوط تنتظر لفتة من الجهات المعنية كي تساعدهم على التغلب على مشاكلهم اليومية. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يصف تسجيلات أكرا بالمفبركة وينفي أن يكون قد حصل منها على مصالح شخصية. والمولود يقول إن المنتدى لم يتسلم بعد ردا من الأغلبية بخصوص الحوار وينفي أن تكون ممهداته تتضمن خطوطا حمراء. رابطة الطلاب الموريتانيين بتونس تتهم السفيرة بتقديم شكاية ضد الطلاب وباستدعاء الأمن التونسي لتفريق المحتجين.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة. 6:30 تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش رؤية كتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي بخصوص موضوع الحوار السياسي وموقفها من المؤتمر الصحفي الأخير للرئيس الموريتاني. متابعة مريحة، دمتم في أمان الله.